بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم. النهارده عندي ايه؟ النهارده عندي نوع كده من انواع الدنش الملولو الجميل او اللي هيعجبكم. يلا بينا نشوف عامل ازاي. حاجات برضو مميزه اللي ان شاء الله تعجبكم جدا، وطريقتها سهله جدا وبسيطه. مع بعض هنبدا نجيب كده ونجيب الطبق، نرص فيه برضو الكلام بتاعنا دوت، ونشوف هنعمل ايه وطريقتها ايه. عايزكم تشوفوا كده، ها الاخبار الدنيا عامله ايه؟ شايفين حاجه مستويه من جوه مميزه ازاي؟ ها يلا بينا يلا بينا. تعالوا كده اهو، كده 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 كده. الحاجات الرمضانيه الجميله ديت يا شيف محمود عايزين نتعلمها ونعرف نعملها ازاي. كل دوت ده اللي احنا عايزين نشوفه، حاجات بسيطة جدا ما علينا غير ان احنا بنديها كده، مش لازم نعسلها، ممكن اديها جيلي تلميع بس على البارد، هتطلع معاكم بالشكل المميز دوت. كل ده سهل جدا، تعالوا مع بعض ننفذ ونشوف عامل ايه. يلا بينا يلا بينا. هنبدأ نفرد كده، بنفرد نص مستطيل طويل قوي، سهل جدا برضه. شوفوا كذا الشكل طلع ازاي، ولا حاجه خالص كده، طويل خالص كده الشكل ده. امره سهل، العجينه دي لما بتخمر وبتورق، الزبده لما بتغلي عند درجه الميه اللي فيها تغلي عند درجه حراره 100، بتبدا ترفع العجينه عندي. وادي كده المستطيل الطويل اهو. نجيب سكر، لوز، فستق، مفري عشان تبقى حشوه داخليه، ويا ريت نسوي اي حاجه فيها سكر كده على ورق ايه؟ ورق زبده او سيليكون. وبعدين هنبدا نجيب القطعه بتاعتنا كده، وهنقطع، هنشيل الاول الطرف ده كده، اهم نقطه عندي. واضحه الدنيا ليكم كده؟ اهو. ونبدا ناخد، ادي اول شريحة وادي تاني شريحة، بس ثلاثة اربعة وهكذا عشان ابقى اشتغل انا براحتي. ونبدأ نعمل كده، عارفين زي تويست بالظبط كده، ونبدأ نجدل الكلام ده كله. بنقفل ده كده اهو كده، ونحافظ على كمية السكر الموجودة فيها. يجدل الكلام ده كله زي التويست بالظبط. العجينه عشان متماسكه، كل ده اهو شايفين، بجدل بايدي اهو. لما الاقي الدنيا معايا تمام كده بالشكل ده، وبعدين نبتدي نجيب كده اهو، ونسيب الكلام ده يخمر. وبعد ما يخمر، اهم حاجة القفل ده احطه فين؟ تحت كده. بعد ما الكلام ده يخمر هياخد عندي ايه؟ ابيض بيض، ويخش الفرن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هعمل كمان واحدة سريعا كده. شوف فكرة التويست او الحاجة اللي هي بتبقى كده، بجدل الاتنين كده مع بعض وابتدي. ممكن ان انا اعملهم عكس بعض، بس على ايه؟ انا عايز اوريلكم اي طريقه تكون سهله. وكده كده ما تخافوش السكر مش هيقع، لان انا ضغطت عليه بالايه؟ بالمردنه. هنجيب دي كده واهو، دي شكلها بقى. ممكن بدل الكلام ده احط لوز او فستق او بندق، نفس القصه عكس بعض ايديا كله تمام. وابدأ هات لي كده اهو. ال 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 الاخر قطعة عندي هعمل فيها ايه؟ بالظبط كده، بخليها تحت اهو، واسيب الكلام ده عندي يخمر، ياخد ابيض بيض ويخش الفرن. يلا بينا يلا بينا. ادي الدنش بطريقة مختلفة اهوت، انا عملناه برضو وشفنا ضفرناه زيه، وبعد ما فردناه وضفرناه فردناه دخلناه بالصورة ديت الفرن درجة حرارة 180، ياخد السوى بتاعه، بياخد في حدود 25 دقيقة. هنسيب الكلام ده كده يستوي، ونطلع بعد كده نشوف عامل ايه.
ادي عندنا الفطاير بتاعتنا طلعت، بنسيبها تبرد شويه، بعد كده بنديها سكر بودره على الوش ونبدا ناكلها مقرمشات جميله طعمها هيعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو بنعمل لايك وشير قناه الشيف محمود عطيه، يا رب دايما كل شيء سهل منكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وكل شيء يكون مميز من حضراتكم. دايما بحب كل شيء يطلع من ايديكم مميز مظبوط على السنة، عشان ده بيشرفني انا. سلام عليكم.